هو رقم سبعة حضرتك فيه أسرار كثيرة. رقم سبعة فيه أسرار، السماوات سبح، الأرضين سبح، عندما حضرتك البحار سبعة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذ كلمات الله، الاستواء الرحم للجنين في بطن أمه على سبعة، أيام الأسبوع سبعة، الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله سبعة، عزيز مصر رأى في المنام سبع بقرات سمان، يوسف الصديق قال لهم تزرعون سبع سنين دأبا. ما هو سر الرقم سبعة؟ السور التي بدأت بحاميم في القرآن الكريم عددها سبع. أيضا خد بال حضرتك أشياء كثيرة جدا على سبعة. حتى إيه سر رقم سبعة ده؟ حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات أيضا. والسر بقى كأن المسلم إذا قال مخلصا من قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله وقفت كل كلمة من هذه الكلمات السبع أمام ذنب من الذنوب فشفعت لصاحبها فلا يدخل النار بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا أستاذنا برقم سبعة في أسرار كثيرة جدا.